فكانت النصيحة الحالية ضمن دراسات أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول آسيا، النصيحة الحالية اللي منظمة الصحة العالمية بدأت تنصح فيها جميع سكان العالم، بأن مع الإبقاء بمسافة الأمان، مسافة الأمان هي مسافة المتر والمترين اللي هي نسميها التباعد الاجتماعي، صدر هناك نصيحة بلبس الكمامات ليس للمرضى فقط ولكن حتى للأصحاء، للأشخاص الذين سوف يتجولون في الشوارع. نحب نأكد إحنا استمرارية الحياة المعيشية ضرورية، وهذه فعلا لبس الكمام كانت من أحد الطرق اللي بينت مدى فعاليتها للحد من انتشار داخل المجتمع. فصدرت هذه النصيحة بوضع أي كمام، وأنا أحب أكرر ليس لبس الكمامات الطبية اللي هو N95 ولكن الكمامات العادية أو حتى قطعة القماش العادية، سواء كان عندكم موجود في البيت أو أنتم تحبون تسوونها في البيت، هذه سوف تحد بحول من الله من انتشار الفيروس الكورونا مع استمرار الحياة الطبيعية. الكمامات بتكون حق الأشخاص اللي خارج البيت، اللي يحب يلبس في داخل البيت بيكون حق الأشخاص اللي عندهم يعني أمراض مزمنة أو عندهم نقص في المناعة. ولكن لكن احنا بننصح من الان ان اي شخص يحب يطلع من بيته ويتبضع فيفضل يكون يلبس الكمامات. هي الفكره منها ان بدات الدراسات تكتشف بان اثناء عمليه الزفير الانسان يطلع نوع من السحابه، هذه السحابه فيها شويه رذاذ، فاذا انسان لبس الكمام يحمي من دخول الرذاذ الى منطقه الفم، فالكمام يخلي الرذاذ يروح صوب الجوانب، وبالتالي يعني بحول من الله سوف يمنع من حصول الشخص الأصحاء من هذا المرض.